من أصعب المواقف اللي ممكن أتعرض ليها أنا كدارس للغة الإنجليزية كلغة تانية مش لغة أصلية بالنسبة لي، لما يخيرني بين مشتقات الكلمة الواحدة ببقى محتار إمتى أختار الفيرب، إمتى أختار النون منها، إمتى أختار الصفة، إمتى أختار الظرف. وده إن شاء الله اللي احنا هنحاول نعالجه في 4 حلقات مش هتلاقي زيها على اليوتيوب إطلاقا. تابعونا. ومع الحلقة الأولى من حلقات المشتقات، لو أنت طالب أولى أو تانية أو تالتة ثانوي أو حتى أي دارس للغة الإنجليزية، لما يجيب لي كلمة زي كلمة impress يبهر ويخيرني بين impress, impression, impressive, impressively. والنهاردة إن شاء الله هنبدأ نحل الإشكالية دي مع بعض مع الدرس الأول من أصل 4 للمشتقات وهو الverb. معايا 5 حالات لازم أتابع معاها الverb في الإنجليزي لو أنا عايز أشتغل عليها سواء كنت أولى أو تانية أو تالتة ثانوي. نشوف الـ5 حالات اللي بيجي عليهم الverb في اللغة. ممكن يجي كمصدر اللي هو infinitive الفعل في المصدر من غير أي إضافات، ممكن في شكل ing، ممكن بيجي بعد الverb في التصريف عادي بتاعه سواء كان مضارع أو ماضي، بيجي في شكل تصريف ثالث، وملحوظة 5 سريعة. ونبدأ مع الشكل الأول للverb وهو المصدر. المصدر بيجي إمتى في اللغة الإنجليزية؟ رقم 1 بيجي في أول الجملة كأمر، افعل أو لا تفعل، كأمر أو طلب. فيقول لي soak this shirt in water، يعني انقع التيشيرت ده او الشيرت ده في مية علشان مثلا لو في بقعة ممكن تتشال. ما قلناش soaking، ما قلناش soaked في الماضي، اوكي؟ بقول soak، انا بديك بعض الانستركشنز، بديك بعض التعليمات، فبقول لك soak it، put it، اوكي؟ don't use water، ما تستخدمش معاه مية. الشكل التاني مع to المصدرية، مع to المصدرية، زي it's important to update your information، it's important، it's الصفة to والمصدر it's important to update your information، من الهام جدا ليك انك تحدث معلوماتك. الشكل الثالث بعد الافعال المساعدة او الافعال الناقصة بجيب بعدها دايما الفعل في المصدر واشهرهم do و does و did. Why did you invest in this project؟ انت ليه استثمرت فلوسك في هذا المشروع؟ بعد did جبنا الفعل في المصدر، اوكي؟ You should speak English fluently. You should speak، ما قلناش speaks ولا spoke ولا speaking، should بعدها مصدر، اوكي؟ You must listen to me carefully، يجب ان تستمع الي بعناية، must. يبقى الافعال المساعدة والنفي بتاعهم، يعني ممكن بدل did didn't، بدل do don't، بدل does doesn't، اوكي؟ should shouldn't، can can't، could couldn't، وهكذا. رقم او الشكل الرابع للمصدر ده للناس السوبر، الناس المتفوقين جدا، اللي هي التعبيرات الشاذة اللي حضرتك لازم تكون حافظها عارف ان بعدها الفعل في المصدر. ناس كتيرة تقول ان بعد كلمة suggest الفيرب ing، انا معاك، لكن suggest recommend insist لو جاء بعديهم جملة كاملة بيجي بعديهم الفعل في المصدر او ممكن should والمصدر بس في الاخر مصدر. فاقول لك آية suggested we go to the zoo، آية اقترحت ان احنا نخرج نروح الزو. الناس ممكن تفكر وهي في الامتحان او هي بتحل حاجة تقول لي ان suggested ماضي، يبقى دماغها يروح لمين؟ لوينت، ذهب. اقول نو. ليه جبت هنا مصدر؟ لان دي قاعدة خاصة او قاعدة شاذة، فيقول لك ان بعد suggest recommend insist يصر على، وطبعا وافعال تانية كتير، لو جاء بعديها جملة كاملة يبقى الفعل في المصدر او should والمصدر. يبقى ده الشكل الاول، الفعل في المصدر يا اما في اول الكلام كامر، بيجي بعد its الصفة to والمصدر، بيجي بعد الافعال الناقصة والافعال المساعدة، اوكي، وبيجي مع تعبيرات معينة حضرتك بتحفظها. الفورمة التانية اللي بيجي عليها الفيرب في الانجليش ومشهورة جدا وشائعة جدا اللي هي ing. انا بجيب ing امتى؟ رقم 1 ممكن اجيبه في الاول، يا مستر ثواني انت مش قلت اللي بيجي في الاول الامر؟ اصبر عليا، اصبر عليا، ما تستعجلش، اوكي؟ هنا كان بيجي في اول الجملة اسمه امر يا فندم، او instructions تعليمات حضرتك، ولكن الـ ing هنا بجيبها في اول الكلام او في اول الجملة في صورة من الاثنين، يا اما بديل عن الرابط بين جملتين. seeing the accident، seeing the accident I called my father، I called an ambulance، I called my friend. انا بعد ما شفت الحادثة، انا لما شفت الحادثة، يبقى بديل عن after، عن when، عندما. يبقى ممكن ابدأ الجملة بالـ ing لما احب اربط بين جملتين، بس لها شرط صغنن قد كده تاخد بالك منه، ان لازم الفاعل يكون واحد، لان انا معرفش مين اللي شاف الحادثة، I،
اوكي، او ممكن اجيبها في اول الجمله كفاعل، هو فاعل خلقه ربنا اخره اي ان جي، زي سموكينج التدخين is harmful to you، يبقى ان التدخين ضار بك، يبقى سموكينج هنا جايه فاعل. reading القراءه، teaching التدريس، learning التعلم، investing الاستثمار، يبقى ممكن اجيب الاي ان جي في اول الجمله كفاعل، فاعل وبعديه فيرب عادي جدا، يبقى فاعل وفعل وتكمله. اتس اوكي. الشكل الثالث ان ممكن اجيب الاي ان جي بعد روابط معينه لو ما لقيتش بعدها فاعل، افتكر لي منها after، before، while، till او until، since، لو ما لقيتش بعديهم فاعل بحط الفيرب زي الاي ان جي. يو mustn't توك while eating، ما ينفعش تتكلم وانت بتاكل، يبقى while ما جاش بعديها فاعل يبقى حطيها الفيرب زي الاي ing. وبالمناسبة الverb ing بنسميه الجيرند، الجيرند الverb بإضافة ing. طيب يبقى في أول الكلام كرابط أو كفاعل، اثنين بعد الروابط معينة لو ما لقيتش بعدها فاعل يبقى الverb ing، رقم أربعة بعد تعبيرات وحروف جر وأفعال معينة بجيب بعدها الverb ing، زي ما قلت لك من شوية أن suggest العادية الطبيعية بعدها ing، suggest وrecommend وinsist on العاديين أصلا بجيب بعدهم ing، لكن لو جاء بعدهم جملة كاملة قلنا مصدر، لكن لو جم بشكل طبيعي suggest watching، suggest playing، اوكي spend الوقت الverb ing انت عارفها، spend الوقت ing، I spend my time reading، انا بقضي الوقت بتاعي reading يعني في القراءة، يبقى ممكن اجيب ing بعد مجموعة تعبيرات حروف جر مجموعة افعال معينة بجيب بعدها الverb ing، زي مثال emissions الانبعاثات الحرارية او الانبعاثات الغاز او غيره، emissions lead to، ناس كثيرة بتفكر ان lead to يؤدي الى to بعدها المصدر زي اللي فوق، لا حضرتك دي اسمها تول مصدرية، اسمها تو المصدرية بعدها الفعل في المصدر اللي هي بمعنى ان، لكن هنا lead to يؤدي الى، الى ده حرف جر، يبقى هنا بعد حروف الجر اسم او verb ing، يبقى emissions الانبعاثات lead to polluting the environment، تؤدي الانبعاثات ديت الى تلوث البيئة، يبقى to polluting. في عندي حاجة اسمها object to، object مش مفعول، لا هنا بمعنى يعترض، object to يعترض على، مهمة جدا، بعدها is used to اللي هو ما زال معتاد على شيء، بعدها اسم او verb ing، take يأخذ لكن take to معتاد على، بعدها اسم او verb ing. ونيجي للشكل الثالث للverb وهو اللي احنا عارفينه طول عمرنا اللي هو العادي، بعد الفاعل بجيب verb، بعد الفاعل بجيب verb، والverb بيكون مصرف حسب زمن الجملة وحسب الفاعل، لو ماضي احنا عارفين الماضي عادي جدا، بعد الفاعل verb في الماضي it's okay، او فعل مصرف في المضارع البسيط، يا اما فعل في المصدر يا اما بإضافة s او es او ias. مثال prices الاسعار، دي الفاعل، مالها الاسعار؟ vary، vary مش very جدا، لا vary يعني بتختلف، from shop to shop، من محل للتاني، يبقى البرايسز دي الفاعل، vary الverb في المصدر لان البرايسز جمع اخره اس، prices ما ينفعش اس ورا اس، الجمع بياخد الفعل في المصدر. اما المثال ده the English accent، اللهجة الاكسنت الانجليزية varies، دي قلنا varies ما قلناش vary لان الاكسنت مفرد، ففي المضارع البسيط في present simple الفاعل لو كان مفرد بزود الverb اس او es او ies، لكن لو كان جمع بجيب الفعل فين؟ في المصدر. نوصل للشكل الاجمل والابرز والافضل في كل اسئلة الجرامر في الانجليش اصلا، الفيرب في شكل التصريف التالت او بنسميه الـ PP او بنسميه الـ Past Participle. لازم تعرف حضرتك ان التصريف التالت للفعل بيجي على خمس اشكال، ممكن يجي بعد have او has او had بيبقى تصريف تالت او بنسميها الازمنة التامة، سواء كان المضارع التام الـ Present Perfect او الماضي التام الـ Past Perfect. have you ever، هل سبق لك met a celebrity، هل عمرك قابلت شخصية مشهورة، يبقى بعد have او has في المضارع او had في الماضي التام بجيب تصريف ثالث اسمه met، لا انا قلت meet المصدر ولا قلت meeting، لا خالص انا قلت met. have you met، هل سبق لك ان قابلت. طيب ممكن الحالة التانية الروعة جدا للتصريف الثالث للفعل، لو بدأنا بهافينج الجملة، هافينج تصريف ثالث، لو انت مذاكر الماضي التام كويس جدا عارف ان دي قاعدة مهمة جدا في الانجليش، ان بعد هافينج في اول الجملة بجيب تصريف ثالث بمعنى افتر واخواتها، يبقى هافينج سين ذا اكسيدنت، بعد ان رأيت الحادث، يعني كان اصلها افتر اي هاد سين ذا اكسيدنت،
As soon as I had seen the accident. بمجرد ما شفت الحادث. هي هي بالظبط. Having تصريف ثالث. لو حب يحط التاتش بتاعه بيحط هنا been. لو عايز يبنيها للمجهول. Having been ثم برضو تصريف الثالث. الموضع الثالث للتصريف الثالث في المبني المجهول. بعد الفيرب تو بي او الفيرب تو جيت. يا اما بي يا اما جيت. بجيب بعديه تصريف ثالث يبقى اعرف ان ده مبني المجهول. لما اقول هي جات ارستد. هي جات ارستد يعني تم القبض عليه. يعني ممكن اقول بدل هي جات ارستد هي واز ارستد. هي جات ارستد او هي واز ارستد يعني تم القبض عليه. وايل تراينج تو اسكيب اثناء محاولته للهرب. جمله واحده بس هتلاقي فيها 1 2 3 4 اربع اشكال للفيرب في جمله واحده. هنا جات اللي هو التصريف العادي للفعل بعد الفاعل. هي جات عشان ماضي جات او واز هي هي. arrested تصريف ثالث بعد جيت او بعد واز الفيرب تو بي لانه مبني للمجهول. وايل رابط ما جاش بعدها فاعل يبقى الفيرب اي ان جي. الفعل في المصدر اسكيب بعد تو. الشكل الرابع عندي اسمها هاف السببيه وساعات اسمها جيت السببيه. يعني ايه هاف السببيه او جيت السببيه؟ when you get a service لما بتحصل على خدمه معينه مش انت اللي عملتها. ازاي؟ انا قمت الصبح لقيت الاكل جاهز. I had my breakfast. انا خدت البريكفاست بتاعي ها ميد او دن او كوكت. انا مش ميكانيكي. I am not a mechanic. انا معرفش حاجة في الميكانيكا او في السيارات. لكن لما عربيتي باظت وديتها للميكانيك للميكانيكي وقال لي تعالى كمان يومين تاخدها جاهزة. لما احب اعبر عن الموقف ده بستخدم هاف السببية. اسمها هاف او هاز او ممكن جيت برضو نفس الكلام. اوكي بجيب بعديها الشيء اللي انا هحصل عليه جاهز اللي هو الاوبجكت المفعول. وبعد كده التصريف الثالث اقول لك he had his car fixed yesterday. هو صلح عربيته امبارح بس مش هو اللي صلحها. لا someone else اللي هو الميكانيك fixed it for him. هو اللي صلحها له. اوكي يبقى ده اسمها هاف السببيه. هاف مين؟ السببيه. نيجي بقى لعملاق الجرامر. يا مستر انت قايل لي من شويه ان الافعال الناقصه بعدها الفعل في المصدر. ما تخوتنيش. should وshouldn't must ومustn't والكلام ده كله بعدين الفعل في المصدر. انت لسه قايل لي الكلام ده من شويه. لحقت تغير كلامك اصبر عليا. ده كله كان في المضارع. اوكي اما لو جالي الكلام ده كله should must can't could may might needn't. اوكي لو كلهم عايز استخدمهم في الماضي كندم وخلافه بجيب لازم have ثم التصريف الثالث. فكأننا لسه ماشيين في نفس الدايرة ان بعد have او has او had تصريف ثالث. الفرق البسيط ان بعد الافعال الناقصة دي كلها في الماضي لازم انا اجيب have فقط. ما ينفعش اجيب has ولا ينفع اجيب had. ما تستهبلش. لان should have must have may have وهكذا ثم التصريف الثالث. مثال اقول لحضرتك you should have looked the door. انت قمت الصبح لقيت حرامي مثلا سرق الشقة. فباباك يقول لك ما كان المفروض يا حبيبي انك تقفل الشقة مش انك تسيبها كده مفتوحة. ده بنسميه regret ندم. كان المفروض تعمل حاجة لكنك ما عملتهاش. should have والتصريف الثالث. وطبعا كل واحدة من دول على حدة قاعدة لوحدها اصلا في الانجليش. انا ما يهمنيش القواعد دلوقتي اكتر ما يهمني شكل الفيرب في الايه في الجمل. يبقى بعديهم كلهم بجيب هاف والتصريف الايه الثالث. بس خد مني ملحوظة حلوة قوي سجلها في دماغك قبل ما تسجلها في ورقة. ايه هي؟ must في التركيبة اللي قدامك ديت ملهاش mustn't. مفيش حاجة اسمها must have وتصريف الثالث. mustn't في الانجليش بعدها مصدر بس. نفس الكلام can't. ينفع can't have وتصريف الثالث. it's okay. لكن مفيش حاجة اسمها can have وتصريف الثالث. لكن طبعا should ينفع should وshouldn't. it's okay. ينفع could وcouldn't. ينفع am في may am في might. بقي ليا او فاضل لي دلوقتي ملحوظة. يقول لحضرتك ان الverb to be ده نجم النجوم في الانجليش. لو جاب لي بعد الverb to be اللي هو am is are was were او اي شكل من اشكاله التانية. لو جاب بعديها فيرب اخر يبقى شكله حاجة من الاثنين. يا اما تلاقيه ing في المبني للمعلوم وده اسمه زمن مستمر. I am speaking now. I am speaking now. انا بكلمك دلوقتي. وممكن اجيب بعدها تصريف ثالث ولكن في الباسيف في المبني للمجهول. قلت لك من شوية ان ممكن اجيب تصريف ثالث بعد got او بعد was اللي هو الفيرب to be لو كان مبني للمجهول. طيب امثلة في المعلوم. The police الشرطة are inspecting the crime scene مثلا. بتفتش مثلا مسرح الجريمة. طيب يبقى هنا مين الفاعل؟ The police الشرطة هي الفاعل. وطبعا الشرطة تعامل معاملة الجامعة فالمفروض بتاخد are مش is. دي معلومة على السريع وانت عارفها. The police are inspecting. اوكي okay, investigating اللي هم الشرطة هي الفاعل هي اللي بتفتش.
يبقى ده ابن المعلوم، الفاعل موجود الشرطة. لكن لما أقول الثيف الحرامي was arrested قبض عليه، هل الحرامي هيقبض على نفسه؟ أكيد مش معقولة. أوكي، يبقى هنا مبني للمجهول بعد الفيرب تو بي تصريف ثالث. اختار الكلام الخمس أشكال للفيرب عندنا هنا: مصدر ing، مصرف حسب الزمن بعد الفاعل، ممكن تصريف ثالث أو بعد الفيرب تو بي سواء كان ing في المعلوم أو تصريف ثالث في المبني للمجهول. بعد مشاهدتك للفيديو ده هتستنى الثلاث حلقات التانيين علشان الصورة الكلية للمشتقات كلها تبقى واضحة معاك، ومع الفيديو الأخير إن شاء الله اللي هو الرابع هنطبق ونحل مع بعض عنهم كلهم الأربعة. ما تنساش تعمل لايك عشان بيهمنا جدا، لو عندك أي تعليق منتظرينه، وأتمنى أن أنت تشير الفيديو بين أصحابك علشان الناس كلها تستفاد. كان معكم أخوكم ياسر جبر، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.